مميزة جدا على طول تاني بالنسبة لنابولي. محاولة كروس باس جميلة خطيرة، هدف أول جميل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يمشي كرة تانية يا ولد اللعيب، شوف بوليتانو، شوف المهارة، شوف المهارة، شوف المهارة. البوليتانو مع النابوليتانو مع الدلعانو، هي هي كرة التاني، سدد شوت، سدد التاني يا راجل، اضرب بالتاني، اضرب 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 ليلته. 59 تعادل تاريخي. تمشي كرة تاني خطير خطير جدا. كفاراتسخيليا 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 كفاراتسخيليا، خطير التالت. كفارادونا كفارادونا دونا 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 كون نارية. تمشي على طول الكرة تاني في الجبل، يسرع عن طريق لازارو، لازارو في اليمين ملوش حل، لكن النهارده غايب غايب شوية. ترجع كرة تصويب، الهدف الأول جميل ممتاز، يسجل نادي تورينو هدف يفري معانا في الهدفين الثاني. يعرضوا مرماه ربما لواحدة، ربما لواحدة، الله، ربما لواحدة، ويا لها من واحدة. الضغط يأتي والمساحة واسبينات سولا والعرضية لو وصلت، الله، لم يكن عرض الانتر مقنعا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ذئاب روما، ذئاب روما، ذئاب روما، إنهم بالتأكيد ينطلقون هنا في الجوزيبي مياتزا. للميلان كرة إلى الأمام، رفائيل إزلاو في محاولة المرور، إلياو خطيرة، أوه جول جول. إمبولي في التسجيل في مرمى تاتاروجانو، راح نشوف هذه كرة من بيرامي، بيرامي يضع الكرة في المرمى، بيرامي يعيد إمبولي للمباراة أن يسجلها في مرمى فريق نادي ميلان. لكن هناك دقيقة تتبقى على نهاية المباراة، أن يندفع ميلان بكل قوى إلى الأمام لكي يسجل، لكي يعيد المباراة لمصلحة جول. نعم، فعل ميلان الكرة، لياو يعني أنت، لياو راح راح راح، لياو ممكن الثالث، يا جول. أوه أين أنتم؟ يعني لمسة في مكان إلى فيليبي أندرسون، البحث عن إيموبيلي خطير، الله، فعلها زكاني، ماتيا زكاني بكرة رأسية لكن بعد الدفاع، عادت من جديد الكرة إلى كاتالدي، بيرسل الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا عودة سبيتسا للدفاع ويستمر لاتسيو في الهجوم. في قمة الروعة، في قمة الروعة، هدف ثاني يسجل لاتسيو. كرة خطيرة وصلت الكرة، انطلاقة سريعة، محاولة تشيرو، إيموبيلي، إيموبيلي والثالث، إيموبيلي والثالث، الكرة بتعود خطيرة، سافيتش والثالث، نعم هدف الخمسين والانتصار على بولونيا. هذه كرة محاولة للأمام، سافيتش فعلها، سافيتش فعلها، سافيتش على اليسار، لوريونتي هدف أول، أندريا بينامولتي هدف التقدم الثاني، الهدف الثاني لساسولو. الفاريز، الفاريز يمر بروعة، تمريرة ممتازة، تورجفي، لوريونتي، لوريونتي يمرر الكرة، تسديدة يا ولد، الفاريز ينطلق، خماسية، خماسية، والحارس سيبي ينقذ من جديد، أنتستي، هدف خامس، هدف خامس لفريق ساسولو. ينطلق شافاني، دانيال شافاني، ينطلق ستريفيتسا، ستريفيتسا، مصلحة نادي مونزا عبر كابراري، وصلت الكرة على مشارف في منطقة الجزاء، هذه خطيرة، هذه خطيرة، فرصة الأول، الأول جاء، الأول، 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 الثالث، فرصة الثالث لمونزا، تهيأت، وصلت إلى ستيفانو سينسي. على الجهة اليمنى تأتي الانطلاقة من تشوريا، تشوريا يتقدم، تشوريا عرضية رائعة لداخل منطقة الجزاء، الفرصة قائمة، كابراري بليت سابقا، كرة في مرور حلوة، الله الله، نعم النوايا واضحة. يا فلاوبيتش يمشي اليوفي، عاوزين هدف يولع المباراة، يمشي على طول فلاوبيتش، حط 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 عرضية بعيدة شوية، خطيرة جدا، دفاع العالم، الله 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 الله، كوستيتش يلعب الكرة تاني، لوكاتيلي ممتازة جدا، ماكينة العرضية، هوب رب بعيدة، جول خطيرة جدا التاني، ولد فلاوبيتش، فلاوبيتش الدفاع يطلع بونفاتسي،
يمشي كرة تاني اخوان كوادرادو، ردة فعل هنا ممتازة جدا بنوتشي. هوبا التالت يا ولد يا ولد، ايوه كده ايوه كده، لحن يا يوفي يلحن اليوفي. بعيد، لازالت الفرصة خطيرة لفيرونا، هذه بالراس في منطقة الجزاء على الطاير في الجول. جوش دايك، جوش دايك اسكتلندي، وصلت إلى منتصف الملعب. المحاولة فيها مرور، هذه خطيرة، هذه خطيرة. إبيتو بينما هنا، هنا الكرة من يلعبها؟ سامارزيتش يرفعها بالرأس في الشباك، الله.